هذا البرنامج مودع لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف منذ سنة 2019، وهو يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي وبعث الروح في كل ما تسخر به بلادنا من ثراء، ولخلق ثقافة سياحية لدى الناس وثقافة انتماء. كنت نتربش بيك للا البيا، توا باش نشوف ريحتك بعيناي. تقول نابل تقول الرباط وثراء المدينة. بنت بوها وحلال دار البو، باش نكتشفوا المعنى متاحة مع خولة المجدوب، باحثة في ثقافة اللباس التونسي. في نابل قلك يعطيك وطية وتجليك سمية، الهريسة وتقطير الزهر في وقته والكرديان خصوصيات نابلية باش تحكينا عليهم مدام أميل خليل. حكيت زلابية تيبيك لدار النجار واللومبلاج متاحة اللي شرة. الخزف والسمار زوز مهني مثلوا هوية نابل في الصناعات التقليدية. وشقينا فترنا في درقيد المعموري وعرفنا حكايتها. على ساحل الشمالي الشرقي للعاصمة تونس وعلى مسافة 60 كيلومتر تقع مدينة نابل، وهي أحد المدن العريقة والعتيقة اللي اهتم بها الرومانيون، حيث تعتبر نابل أحد المدن الرومانية القديمة. وموقع نابل القديمة نيابوليس يضم الأثار الرومانية، كانت تسمى نيابوليس ومعناها المدينة الجديدة أو الجنة الصغيرة. تمتد الولاية على مساحة 2788 كيلومتر مربع. تم أحداث الولاية في 21 جوان 1956، كانت تسمى ولاية الوطن القبلي من 25 سبتمبر 57 ل 17 سبتمبر 1964، وتقع ولاية نابل على ضفاف البحر الأبيض المتوسط شمالا وشرقا وجنوبا. مرحبا بكم في نابل. إيفرتك معاك في كل بلاصة. نابل أو الجنة الصغيرة مدينة رومانية قديمة، كانت منذ الفترة الرومانية تنتج الخزف وتبدع في نحت تفاصيله المميزة. وطيلة قرون حافظت على التقليد هذا اللي أصبح فن يميز الجهة. ظهر في نابل من خلال أشكال مختلفة كما الأواني ذات الأبعاد المجردة والدقيقة، منها جرار خزن الزيت وقلال استجلاب الماء. ورشات صناعة الفخار كانت متعدة في منطقة نابل، وكانت تصدر منتوجها بواسطة المراكب إلى كل المدن المجاورة لضفاف المتوسط. وبرشا مؤرخين أثناء حفرياتهم عثروا في نابل ودار شعبان على بقايا قلال وجرار وأواني من الفخار. وقعدت نابل تتميز بصناعة الفخار والخزف منذ آلاف السنين،
وحافظوا أهل نابل منذ أقدم السنين على صنع الفخار الطبيعي والفخار المطلي، ونابل ولات أكثر المدن المصدرة للخزف. يوجد فيها أكثر من 600 ورشة تصنيع للفخار و70 مؤسسة مختصة بتصدير الخزف. زرنا سي منصور العجيلي اللي ورث المهنة هذه على أبوه وجده، وأبوه كان أمين الفخاخرية وأحد المصدرين الهامين للفخار متاع نابل. نابل طبعا عندنا هذه زين العربي، تفضل شوف هذا. نابل فما نابل الفخار أزرق وأزرق أبيض. هو قبل الأزرق والأبيض كان لو مارون لو جون دو نابل، هذه لو فير دو نابل، هيك التصوير هذه الزينة هذه. والجون الفير كان هذاك زاد هذا إلى يو أن بون سوكسي هنا في نابل لو جون لو فير، وكان فما العسلي زاد كان لو مارون على قولوا العسلي. هي زاد هذه خلال سربيه نسميوها خلال نابليه. هذا هو زاد اللي سكون ابل احنا اللي زابليك بمية، فما باللي ماي ولا فما اللي هما ناتشورال. شواد هذوما زاد من اصل نتاعنا احنا نتاع نابل نتاعنا. هذه قبل كانوا يحطوا فيها الحليب يصبح رايب، كانوا يحطوا العرف عود ولا حاجه فيها عرف، كان المطاحش على اليمين ولا اليسار قاد راك على الرايب بريقل وسريوا به الماء. كان فما الزير زاد يمخذوا فيه البن، هذا الزير هاو اكون وريك الزير. هذا الزير، هذا الزير يحطوه الحليب ويمخذوه، وهنا هذا يغطيوه بشكارة، هنا يغطى بشكارة، وفما النقبة هذه الصغيرة ينز منها فما الماء اللي يطلع في الحليب باش ينقص من هنا ينحيوه. فما برشا أمثل في تونس مرتبطة بالفخار. يقولوا كي الزير المتكي لا يضحك لا يبكي، ويقولوا ما يعرفش يكتب اسمه على القلة على خاطر الفخاخري كان كي يكمل القلة يكتب عليها اسمه، ويقولوا جبدها من قاع الخابية، ويقول لك الفخار تمس وتسمع حسه. هذوما أبرز ما جاء في الأمثلة الشعبية على الفخار في تونس. تشتهر نابل بنسيج الحصير اللي تم صناعته من مادة السمار، مادة طبيعية يتم تطويحها. نحن في الشارع اللي اشتهر بصناعة حصائر السمار على امتداد عقود، مقعد اليوم مع الأسف كان بعض الدكاكين الصغيرة. أما شنو السمار؟ هو نبتة من بين الأعشاب البرية اللي تنبت في بيئة رطبة على حافة الأودية وفي المستنقعات. ثبت أنه نبتة السمار مضادة للحساسية كونها تقوم بغربلة الأتربة إلى الأسفل وتمنحها من الصعود للأعلى. تحدثت مع بعض الحرفيين في السمار وخلي نشوفوهم شو قالوا. أنا علمني بابا يعني صنع الجدول. أو كان نمشي ونقعد وحدة سباري نعاونوا يا نخدموا المادة في عادة هي الصغار كل نخدموا باش نأخذ شوية مصروف نمشي السينما. كان السينما محلول نمشي شوية سينما نمشي شوية هذا نقولوا 85 درك بربط هذا هذا أول ما تخلقت فيه السمار كل أختين تخلقت فيه هذا كان بكل أخوان على اليمين وعلى اليسار كل سمايريع ورجعت في فراغ في جوتي كامل منه مختار اخوان تقام حدودة يخدموا جمعة كاملة نعرف ليس يسكروا اخوان اسمع هذا قد خدمة عتيقة والخدمة دي بالبركة وبالسكاء فلوسها فيها البركة الراجل تو عندي صرت كذا بالبركة حنين قدامه وذا يا حنين تخدم الحسيرة لكن سوى مش برشا فلوس ها ولكن الناس بالبركة فيهم سمارة دايا من الوداد كان اللي كنت نحفر نقعد شهر 25 يوم يزمو تنشركها يتحلكا يقعد 20 يوم 25 يوم وبعد يتقلب على الوجه الاخر. يا ريت المساجد والجوامع يرجعوا يتزينوا بها لانها صحيه اكثر من الموكات والزرابي والمفروشات الحديثة سانتيتيك. أول ما تدخل نابل تطالعك جرة عملاقة مزينة بزخارف تقليدية وهي رمز من رموز مدينة نابل. جرة تحتضن شجرة بكل لطف. جرة هذه عندها حكاية. عام 1962 اقترح المهندس الطيب الويتي العضو البلدي في اللجنة البلدية للأشغال العامة على المجلس البلدي في نابل فتح طريق يوصل البحر هو شارع الحبيب بورقيبة توا
وكانت فما شجرة أروكاريا، طلعت بحظة محطة التخان وهي في وسط الطريق اللي باش يحلوا فيه الأشغال. خمم يقلعوها ولا شو باش يعملوا. لحسن الحظ كان المهندس طيب الويتي عنده حس فني، خليه يحافظ على شجرة ويزيدها قيمة. هذيك علاش قرر يلبسها ثوب أصيل من فخار نابل، وهكاكة تولدت جارة نابل. المرحوم طيب مشمش وافق على تنفيذ الفكرة. الخزيف عبد القادر عبد الرزاق مصحوب بقريبه عملوا هما تصميم الجارة، ثم تنقل التصميم على الجارة عن طريق محمد العويني وحسن سكنديجي اللي لونوا الجارة. اليوم الجارة ولت عندها شهرة كبيرة، ولت رمز من رموز نابل. الجارة في العادة تحفظ الغذاء تأمينا للمستقبل. الجارة هذه حفظت الذاكرة الثقافية والهوية. شجرة هذه ولت جزء من شخصية نابل وحفظت هويتها الثقافية. في نابل يحلو التجول في الأسواق متاع المدينة العربية. ونسي كروزي أنا وسي رشيد خياطي باش يحكي لي على برشا حاجات على المدينة العربية. نابل القديمة اللي هي لونسي نابوليس كانت على شط البحر، غمها الماء البحر في القرن الرابع ميلادي، وسكانها ولو خافوا كي عاودوا بنوها وسكنوا، معناها عملوا أول نواة حضارية متاحهم، جاو في الموقع هذه احنا توا فيه. وهو السونتر متاعو ككل بلدان العرب القدوم الكل جي الجامع الكبير. دونك احنا هوني حدا الجامع الكبير، لكن الحاجة اللي باهية في نابل، نابل هي موزايك. اليهود اللي كانوا في نابل مازال منهم شوية، عمرهم ما كانوا يسكنوا في جيتو، في حارة، اون بريزونس ديفوز، عايشين كومين موزايك مع المسلمين. هذاك علاش تلقى هونية مكتبة قليلة هذه اللي تبنيت عام 1919، هي مكتبة خاصة يهودية جات محاذية للجامع الكبير. هي تو مسكرة، فما ان بروجي لا كوميتي جوي باش يعملوها اموزي دو لا ميموار جوي في نابل، فهمتي؟ هي دونك هذه سي اون جيستاسيون مي سافا سو فيغ. وبعدها هي تلقى مكتب الجامع الكبير و لا سيناغوغ ني با لوان، الى دوتر سيناغوغ، عندنا سيت سيناغوغ في نابل، والاغلبيه نتاعهم جو قراب للجامع الكبير، ويختلطوا تلقى دار تاع مسلمين دار تاع يهود، فهمتي؟ اليهود هذوما اللي عندهم راهو حضور من القرن الثامن عشر، فهمتي؟ مش من توا. جامع كبير تحوط به الاسواق، احنا تو في سوق الحدادين، وهذاك السوق الغربليه، ما غاديك سوق الغزل، فما سوق الجلابه ومقابله سوق البلغه، المدخل نتاعو قد امام مدخل الجامع الكبير. قداش مازال منهم هذوما الاسواق؟ اللي يخدموا فيهم ما عادش برشا، هذايا سوق البلغه ولا يبيع في الملبوسات الحوايج وكذا، تغيرت المعطيات. كان نشوفوا هذه الخامه اللي الفوق نقيشة تسمى هذيك، ترمز فما سبيل الداخل، معناها سبالة تاع عابر سبيل، إنسان يتعدى يزمو يلقى الماء باش يشرب. هذاك وقف عملوا إنسان عمل حبس وما حبش يذكر اسمه، وحطوا له الخامة هذيك. هذا ليكرون توتال اي انديسبونسابل. هذيك علاش ليكرون توتال دو اس فيغ ما نستغنيش عليه. نابل وقت ما تبدا تحوس فيها تحس اللي هي محامله بالخيرات وباجمل الروائح، النارنج وميل ورد والزهر كما ينطقوه هما، اللي يفوح في كل اركان المدينه، وخيرات اريافها اللي تفوح منها رائحه البردقان بكل الوان وتسمياته، واللي ينعش النفس والفكر.
سكان مدينة نابل برعوا بما يسمى بتقطير الزهر اللي يزهر في فصل الربيع واللي هو توا وقته واللي جني متاعو سبيسيال برشا. تابعنا طريقة تقطير الزهر من اللي تحمى الشجرة حتى اللي يخلط اللي تقطر فيه مدام أمير خليل. نشوفوا الزيتاب متاع تقطير الزهر. هذه وزنة، شو معناها وزنة؟ معناها 4 كيلو. كنا قبل لا بالكيلو ولا شيء، بالغربال هذا نعبيه هكا نكوموه. هذا يعمل لنا 2 فاشك ودبوزة. بسم الله. أول حاجة نعملوها الجعبة دي نسكروها من هنا باش ما يهبطش فيها الوسخ. الماء هكا في القازان نصبوا الوزنة. نعبيه النحاسة مش للفم أنا باش ما تفيدش. بعد نحيو هذيا نحطو هذيا يسمى مكب، هذيا نحاسة وهذيا مكب، نحطوها نسكروا عليها. النكتة الأولى تهبط نقصوا شوية في الغاز، تتعدى الجعبة هذيا باش الماء هذيا يبردها ما يهبطش سخون في الفاشكة وتترشق. نقعدوا معناتها نبردوا. بالنسبة للزهر نستعملوه في الماكلة، وجينا النابلية بصفة عامة ما تفرغش من الزهر، نحطوا فيه شوية زعفران، نطيبوا به الحوت، الدجاج، اللحم. ونعملوا في المسفوف، في الماء شربة الماء في رمضان شوق الفطر ماء بالزهر، نحطوا كل مرشة ذاك ونصبوا في الحلال. في شهر رمضان الكرديان يعملوها لتمرير الوقت حتى يبلغوا الأذان، وكانوا فرصة للتنافس والتفاخر. حسب حجم الكريمة الخاصة اللي من بعد زين طاولة رمضان ومن بعد يحطوها فوق القهوة العربي متاعنا. شنو الكورديان؟ الكورديان هذا خصاص الرجال في نابل. العشية احنا كوجينا في النساء في الكوجينا والرجال الكورديان. الكورديان حتى كونكور شكون الكورديان متاعو يشد قبل الاخر. العسل متاعو السكر نورمال عادي، الابيض متاع العظمة قليل من العظمة لازمة عظيمه، ونعصروا شويه قارص ونكي تزهر في الاخر. تحب نوريكم كيفاه الطريقه تعمل؟ هيا السكر. ناسكم حكاية عقل شوية من شطر كعب من ما بيقولش قارس. نعم نخلي فيها بعد الزهر نقعدوا نركضوا أما صحفة راي تكون فخار مش هادي، ما عنديش منها فخار تاع نابل القديم أنا الفخار متاع الجرابة. يقعدوا يركضوا تحب لها قوة. قلت لك يتعبون ونبداو عاملين مساقة في الحومة رجال، ويقول لي خويا وقتها حسرة خويا محمد تقول لي يجي يعاوني وبابا يجي يعاوني. عوزك كيفاش بدا يبي ادوكس اسمعني. اما توا مثلا ذاك الركاض بالركاض هذاك عملته في درجين. داكور اي توا الركاض مو قلت لك كل شيء تطورنا فيه راه حتى من قطر ولا سوري لعباد حتى في لوكوتي قطروا. يعني الدنيا تطورت برشا، اما التقاليد بتاعنا وتقاليدنا وحاجاتنا العربي ونكهتها ديما في العربي خير. وديما راهو الحاجه الفخار، نحب نعطيك معلومه اللي الفخار في الصحه صحي. ما كي تحط الماء يبات الفخار ما يصير له شيء، كي يبات في البلاستيك يولي مضر. يعني فخار نابل ولا جبه كنا نرجعوا نعيشوا به. زيت الزيتونه كي تحطوا عام كامل في الخابيه كسكسي تحطوا عام من عمرك الكل في الخابية ما يصير له حتى شيء، لا يتعفن ولا يتأكسد ولا حتى شيء. الله يرحمهم والدينا. اسمعني بديك أنهم كيفيتوا في العربية هذا هاو شو نقول هذا تو يترك هذا يتركك تتعب راك رجالة لازم علاش ما يعطي رجال خطر يتعب. بعد شو قال فطر نعملوا قهوة عربي زازوة على الكانون ونحطوا القهوة في الفنجان ونهزوا غرفة من هذاك اللي هو هذا. نهزوا غرفة منه
ونحطوه في الفنجان تاع القهوه كيف فنجان القهوه من فوق يقعد يخفيف وقت انت تشرب وانت تشوفك النكهه مش نورمال ان شاء الله تو نضلوا بعد شقاء الفطر وضابوا. أهل مدينة نابل تعرفوا خصوصاً بعاداتهم الغذائية اللي ترتكز أساساً على التوابل والبهارات اللي تميز المطبخ التونسي، كما الهريسة العربي. تتميز الهريسة التقليدية هذية بفوائدها الصحية وعلى نسب عالية من الفيتامينات، منها فيتامين سي وفيتامين بي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافة للبيكاروتين اللي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ وميزات أخرى. وتذكر المراجع التاريخية اللي هي أندلسية الأصل. خلينا نشوفوا مراحل إعداد الهريسة مع مدام إيميل خليل. بالنسبة لي أنا ملي حلت عيني نعرف الهريسة. كنت نسهل أنا بابا وأمي نقولها ما يقول لي راه هذه عادات اليهود هم اللي جاء الحاجات هذه ما زرعوها وعاشوا معنا في نابل برشا اليهود. احنا الفلفل النوابلية نحبوه شمسي يعني نشيحوها احنا وإلا كما عندكش تشري يعني المهم شمسي احنا نحبوه شمسي. نابلية لياخو نابلية دارو ما شاء الله ديما عامرة خاصة تو جيل تو ولاو يخدموا البنات ولاو يخدموا ما عادش يعملوا هون وإحنا النساء الكبار اللي مازال فينا ما شاء الله الصحة وربي يطول عمرنا إن شاء الله نعملوا لهم ونحضروا لهم. أنا بناتي ما شاء الله زاد كل شيء من عندي ما نعمل لهم يعاونوني صحيحة ما يعملوش احنا نعملو هما ياكلوا. مولاندور حكايه بنا. قد يكون العمل الجغرافي والمناخي ساهم عبر التاريخ في تنمية الصناعات التقليدية في محافظة نابل لانفتاح على الحضارات المتوسطية، إلا كاملة الحسن نعيمة سلمان من أقدم الطرازات في نابل. التطريز فن جميل يتطلب صبر ومثابرة ودقة، وهي من الطرازات اللي تعرف تتبع الغرزة، والطريزة تبدأ بغرزة. مني عمري 12 سنة وأنا نخدم في الخدمة ذي. كبرت عرست جبت أولاد علمتهم حالة دار المعلمة يخدموا معايا ولو يخدموا معها ولو يخدموا يصوروا تبارك الله. أولادي كبروا أولاد أولادي علمتهم يخدموا في الخدمة ذي متاعي. هذه طريستك انت؟ برمقلي. هذه برمقلي؟ برمقلي أي وتل أي وعدس وكنتي. قديش توا حاجة كيما هكا تخدم الوقت؟ هذه وانا قاعدة، قاعدة تكمل في شهر، ما قعدتش أو نطول في الخدمة طريف. معناتها أقل حاجة شهر؟ شهر. شهر كل؟ إي لا أكية، أكية تقعد بعام. العام نخدموها دخلة، دخلتنا. معناتها أنت من عام لعام تعمل واحدة برك؟ دخلة. وكي يبدا عندك كوماندا متاع برشا عام؟ نعطي بالكراء. نعطي بكري كنت قبل نطلع ب 12 مرصاوي عربي نعطي فيهم نرشم ونخيط ونعطي الناس يطرزوا لي. الكورغيف هذاك كان حاجه معناتها تنجم تكون سكري بوغ موا علاش خاطر نعرف اني نهار اخر فيه مستقبل. امي ربي يخليها لنا بفضل التطريز كبرتنا وعلمتنا. انا كيف كيف علمت بنتي اختي كيف كيف علمت بناتها نحبوها تقعد موجوده فنوصل حتى بسبعه سوايع وانا نطرز مثلا نحب اللبسه ذيك عندي طوم معناتها وقت معين نحب نكملها نحب ديما نطور نحب نعمل حاجات جدد اون بليس كو مانيش حتى كان اللبسات هذوما التقليديه النابليه عملتهم تراديسيونيل وسبور او ميم طوم باش نشجع البنات باش يلبسوا حاجات هكا فيهم الطابع التقليدي نتاعنا النابلي. النزعة التقليدية والاتصال بهذا اللباس قعدوا النوابلية محافظين عليها، المرصاوي والكونتيل والعقيق والتل والعدس النوابلية متشبثين به في عروساتهم. خولة مجدوب باحثة في ثقافة اللباس التونسي باش تحكي لنا على هذا الكل، وباش تحكي لنا على حكاية خاصة جدا هي حكاية بنت بوها
وحلال دار البو. شنية حكاية حلال دار البو؟ باش نحكي لك على قطعة تخي سبيسيال في الثقافة الشعبية في نابل، اللي هي سوريا قماش، واللي هي قطعة اللي لبستها أنا توا برشا عباد حتى نوبلية راهو ما يعرفوهاش سوريا قماش، وفما اللي يقولوا لها قمجة بالحويشي، هي مش قمجة بالحويشي. شنو هي حكايتها؟ هي سا الكوب نتاعها الكوب كارتاجينواز، معناها دوبي ليبوك بونيك التوانسة يلبسوا لا كوب هذيا، دونك تواصلت لتوا للقرن الواحد والعشرين والقرن. معناها الى يومنا هذا الكوب هذيا موجوده. بالنسبه للتيسو، التيسو هذايا سي الكتان اللي هو دخل النابل مع لي رومان. السورية دي علاش لي سبيسيال؟ على خاطر فيها زوز انواع مطريزه، دونك فيها النسيش اللي هو الكتان، وفيها زوز انواع مطريزه اللي هما ترايز نابليه دو شي نابليه. معناها عندنا التريزه بالحرير اللي هي دو ريزين اندالوس، دونك عندنا الكوب بونيك، وعندنا القماش دوبي لي غوما، وعندنا التريزه هذه التريزه الحرير هذه معروفه بيان سور في فروشات نابل وفي حتى في معروفه تريزه نابل. عندنا الجوامع هذوما، وعندنا تريزه الحرير اللي هي كل سي دو فيما، وعندنا تريزه البرمقلي اللي هو سي ان هيريتاج تورك. دونك عندنا هذا لو بلاسترون اللي هو لو بلاسترون لا فورم اندالوس ولا تكنيك تورك، خاطر احنا سي تا ميلونج دو كولتور. هوني معناها فريمون نحسوا اكل لا ماجي، معناها نتاع كيفاش تناسق الحضارات في بعضها. حاجه اخرى نحب نحكي لك على التونيك هذيا، سي تون انكدوت. باه التونيك هذيا قبل ما تعرس الصبيه طلع منها اون ترونتين دو بيس، اون ترونتين وي. كل وحده واش هي تريزتها؟ هي نفس لاسبي، فيها البرمقلي وفيها بيان سور هذه فضه مغطسه في الذهب، معناها ما يطرزوش معناها بال دوتغ ماتيير، معناتها سي دي ماتيير نوبل، خاطر هذه نتاع بلديه. به خرجوا منها اون ترونتين يلبسوهم على طول، ملي تعرس المراه ديجا هذه تتلبس تحت الدخله، ملي تعرس للمراه وفي كل ما تلبس مناسبه، كل ما تجي مناسبه تلبسها، كل ما تجي مناسبه تلبسها. تخلي وحده بركه كعبه بركه ما تمسهاش، هذيك اسمها حلال دار البو. حلال دار البو علاش؟ خاطر مفلوس بوها نهار اللي تموت يدفنوها بها، يدفنوها بقطعة فضة مغطسة في الذهب. هذيك معناها هي خرجت من دار بوها، ومن بعد حتى كي دفنوها، دونك عندنا تقاليد الدفن، معناها هذه تتلبس نهار العرس وتتلبس في حياتها مع راجلها وتتدفن بها، أما ترجع هي بنت بوها، معناها هزتها من دار بوها. المرساوي سي برسك لو سول كوستيم او موند اللي هو سي ان بونتالون، ان بونتالون بوفون، خاطر اون جينيرال نلقاو لا جوب، ما نلقاوش ان بونتالون. كيفاش يتشد؟ يتشد بفورمة كابوس اللي هو اصل الشاشيه. ما تصويره بتاع الوالده هذه تصويره عزيزه عليا برشا، هذه توا تصويره عندها برسك 50 طن، فيها الوالده هاكي لابسه هو بيدو بيان سور المرساوي بالفوال وبالليغون، هكا تشوفوا معناتها سي ان كوستيم ماجستيو، معناها كاريمون. الحصارة سي اون بيس تري غار، وبرشا نوبليه ما يعرفوهاش. الحصارة شنية؟ الحصارة هي التواصل نتاع الخباية. شنية الخباية؟ هي كيما نقولوا ان كورساج تري فان، احنا نقولوا تقوش عليها ورقة ذهب كيف ما المرساوي، معناتها هذايا باش معروفين النوبليه. التريزا يحبوا ياسر التريزا شارجي، معناتها انه لو تيسو يتغطى كاريمون. حصاره مالوغوزمون قاعده تندثر، معناتها وقتين يقولوا قاعده تندثر، دونك لو سافوار فير ما عادش قاعده تتخدم. قالك يقولوا في نبل العروسة كي حبوا يدعوا لها بالخير يعطيك وطية وتجليك سمية. سمية اللي هي أقدم ماشطة في نبل،
تحكينا على بعض العادات وشنية الجلوة الصحيحة. أنا سمية الماستر وعندي 26 سنة توكا في الخدمة هذه، أخذتها من أمي وأمي أخذتها من أمها وأمها أخذتها من أمها، يعني أجيال قداش من جيل من جيل، مش أي ماستر تجلي كيفي، خاطر أنا ما أخذتها مع عند القدوم قديمة متاع جدود. إيجا تشوف ماستر أخرى نابلية تقول لك كاين غنية زاد النبي، فهمت؟ لا في الإيقاع ولا في الردات، يعني الديفيرونت. أنا الوحيدة اللي عندي الجلوة الصحيحة وخاطر ما خذتها من أمي ومن مماتي ومن أصلنا هالو ماشطات. الماشطة أصلا كان هي تمشط الشعر العروسة وهي تغني لها، وتغني لها على شعرها وعلى صبيغ اللي كانت تقبل المردومة، وكما شكحل لها عينها تغني لها على كحل العينية. اللوطية النابلية تكون بالماشطة وتكون لبسة الدخلة، الليسكول اللي ما تلبس الدخلة يطلعوا فيها، ولي ما تجليش يطلعوا فيها. الغنوة هذه الغناية هذه يحس أم العروسة ولا حماماتها ولا أبوها، ولا كي تبدأ العروسة تجلى فما إحساس خاص، تبدأ بعد ساعات يبدأوا يتبكيوا، عندها تأثير خاص في الجلوة. نجلي العروسة وجلوة هكية، أكل الزل يدين هكية أكا يمين، تجمع يقولوا لها حلفين تحلف إنها يعني ما عندهاش سبقية زواج، وإلا فهمت يعني الأول مرة إنها مش تزوج. يا شري لا لا يا شري لا يا شري ما كبر هيمتها ما ترون خيتها يما وما دار القيد المعموري في نابل، قصر من قصور ألف ليلة وليلة. في برشا حكايات دكتور المعموري حفيده يحكي لنا أكثر عليه. سي رشيد خياطي باش يبدي لنا القصة وحفيده يحكي لنا أكثر بقية التفاصيل. احنا هنا في دار القيد المعموري اللي هو قرا في مدرسة صدقية، وأول معنا من سكان الكابون الوطن القبلي اللي قرا في الصدقيه، فهذه صوت كنا تشوفوا فيها هكا فيك لي زانسين نتاعو لي ديكوراسيون، وهذه دارو احنا نقولوا سي تان رياد ماروكان. لا سي نو با فري، هذا سان جاردان بيرمون تونيزيان. عندنا هذا لا روكاريا، هذايا اعلى روكاريا في نابل، اعلى من طاجره، دونك هذا اقدم روكاريا، سي لو بلوز انسيان. و كان شفت هذايا لو كاكتوس هذاك راهو جا من الجزائر، من حيدره، من لومباساد دو فرانس. سي ان كادو، جا صغير في محبس، شوفوا واش ولا توا كيفاش كبر. دونك احنا توا فانا في الالي برينسيبال نتاع الدخل نتاع الدار، كي نوصلوا الموقع هذا احنا فيه باش نلقاو قدامنا ان بالكون، شوفوا هنايا هذا عنده تاريخ مع الدار هذه. تحدثت انا على ميس دي ميس امبوزي افيك لو كايد مع الجيد في البالكون هذاك، من وقتها الى ايتي باتيزي لو بالكون دي ميس. اي جاو وجابوه من نابل، خاطر نابل البرشا ما يعرفوش كي سي اون دي فيل لو بلو ريبريزونتي اون كارت بوستال. علاش؟ خاطر الارتيزانا، نابل سي لا كابيتال دارتيزانا اون تونيزي دو بار لا ديفيرسيتي. دونك تلقى الفخار، تلقى الفرونري دار، الحديد المطرق، فما الحصاير، فما دونك التريزه،
دونك يجيو لي فوتوغراف يصوروا. كي ندخلوا للدار هذه هنا دون سو فيستيبول اللي هو سقيفه كبيره مازال يهزنا من بعد سان لاسباس دو ديستريبيسيون باش تشوف قدامك فما اون كوليكسيون دو بورسلين. هذيك البورسلين كي اتي فيت بار لا ميتريس دو ميزون مدام ساره معموري هي الله يرحمها هي اللي خدمته كانت ارتيست وهي دارها بيدها هي سان ترافاي دو فورمي كي مانيفيك فوالا تخليهم يتحط في وحدهم لي تشوف لا كاليغرافي عرب شفتي ريا متنبي أي. صورة النجم صورة أي. الأنعام فوالا حلوة مانيفيك برشا ليه وخدمة تشوف أبو العلاء المعارف والصور القرآنية والكاليغرافي اي سا دون اون بيرسوناليتي لا ميزون سا دي نوت دو نيفو انتيليكتويل دي بروبريتير اي سا رجاي سور لا ميزون. دار القايد المعموري اش معناتها قايد؟ قايد يعني كيما تجم تقول توا والي الوالي ولا في فرنسا يقولوا لو بريفي الوالي معناتها اللي هو يقدم اللي هو يمثل مثل البي من الناحيه الاداريه والسياسيه في الجهه به. اما القايد كان عنده قيمه كبيره نجم نقولوا معناتها من غير ما نغلطوا اكثر من الوالي توا. علاش؟ على خاطر قبل ما كانش فما مواصلات ما كانش فما كان القايد حر معناتها في البقعه اللي فيها تجم تقول يحكم معناتها كان حر. وقد ما تهبط اللوطه قد ما تهبط الجنوب والمواصلات صعيبه وكل شيء القايد يولي عنده اهميه كبيره برشا. كان اول خارجي الصدقيه اللي هما اصلهم من نابل من جهه نابل فهمت. وعندنا هون سيرتيفيكا دو لوتابلو دونور نتاعو اللي خذاه وقت الصدقيه وقت في عام 1900 معناتها اول عام تاع القرن العشرين. الوقت هذاك ما كانش كيما الصدقيه اللي جات من بعد كيما الصدقيه مثلا نتاع المسعدي ولا نتاع بورقيبه ولا نتاع اللابات نتاعنا اللي طراو الصدقيه وقت الاستقلال ولا قبل الاستقلال. الصدقيه قبل اللي هي اسسها كما تعرفوا خير الدين باشا معناتها 1875 الصدقيه كانت قبل تنتج مترجمين. التصويره هذه القايد المعموري اللي هو وقتها في الوقت هذاك ما كانش قايد في نابل 1938 كان قايد في عمل صفاقس عمل المستير عمل القروان عمل نابل في الاخر بالكل. اما في الوقت هذاك ما كانش قايد في نابل كان دار هذه كانت داره الشخصيه معناتها داره العائليه. دونك قبل في التاريخ هذاك في 1938 الملكات الجمال نتاع فرنسا تشوفوا فيهم هوني كلهم فهمتي بحذا بعضهم جاوا لنابل في زياره وقبلهم الدار هوني رحب بهم. والتصويره هذه يعني عندها معنى كبير على خاطر كانوا اصحابه مشهورين برشا في الوقت هذاك. مثلا تشوفوا هو هوني موجود على اليمين هوني في الوسط فما الدكتور محمد التلاتلي اللي هو اول طبيب تونسي مسلم من جهه نابل. شوفوا دونك سي محمد التلاتلي ونشوفوا زاد سي حسن حسني عبد الوهاب هوني على اليسار اللي هو كان يعني هيستوريان وفي نفس الوقت كان في الاداره التونسيه في الوقت هذاك كان هو بيدو قايد وكان قايد في نابل في الوقت هذاك. دونك القايد المعموري كان قايد مع خارج نابل هو كان وقت القايد نتاع نابل كانوا ياخذوا توسيم من البي بيدو فهمتني. هذه مثلا نيشان الافتخار معروف السنف الاكبر كانوا برشا اصناف نيشان الافتخار دونك هو كان عنده السنف الاكبر وهذا كان يعطيه البي لمين بي نابل بلاد فخار به. والفخار في نابل قديم برشا معناتها من قديم الزمان كان فما الفخار في نابل والفخار نتاع نابل معناتها يعني صاروا فيه برشا تغييرات من عند الاندلس خدموه برشا. وفما الفخار العتيق نتاع نابل اللي كما تعرفوه اصفر واخضر الاكثريه به. شكون جاب لابوتري ارتستيك يعني الفخار الفني شكون جابه لنابل؟ جابوه الفرنسيس به. اول فرنساوي يجيب الفخار هو تيسيي فهمتي لابوتري ارتستيك تيسيي. وفما شمله زاد يهودي فهمت. وفما دوفيركلو اللي كان عنده نوعيه نتاع اخضر في الفخار نتاعو ما كانتش موجوده في حتى فخار وقليل برشا قليل معناتها ما نجموش الناس يعملوا كيفها. عنده الاخضر هذايا اختا
الاختراع الاخضر هذايا معناتها اخر القرن 19 بداية القرن 20 اللي هو اخضر مش موجود معناتها بالسيف ما تلقاه ما تلقاش اخضر كما هكا دوفير كلو معروف عندها زين حلو برشا. دخلنا مع مدام سليمة حديدان وهي من الصنافات النوبلية باش تحكي لنا على الماكلة اللي اخترتها لنا اليوم باش طيبها لنا على شقة الفطر في دار قايد المعموري. عملنا قصي راس العام تاع العادة والعويد تاع تقاليد نابل عملناه يفوتوه بالزعفران والزهر وزيت زيتونة والقديد فرش نشريوه الحملة علوش ونشيحوه باش نطيبوا بيه الكسكسي هذا بالذمة يبدأ عنا باقي عنا بالخبيور بمناسبة هذوما نعملو بيه قصي أخضر نكسكسوه أخضر بالعصبان الشاي أو إذا العصبان الشاي هذا يقطيه الحملة علوش الملحون نحطوه يشيح برشا بصاش اليوم عشر أيام بعد نطيبوا به الكسكسي هذا في المناسبات تمتاز به ولاية نابل خاصة العظم نحطوه بالزعفران والزهر هاكا نفوحوا به هذه الدقلة زادة في نابل هكا نعملوه نزينوه كما قصي دا العرس اما تعملوا كان نابل ولايه نابل تمتاز به وزينوه باللوز وبالزبيب هذا مشلوط نتاع نابل بالحمل علوش ناخذوا لحمه بو سبيسيال من الكتف والرقبه نحطوا معاه الكبده والكلاوي ويطيب بالزهر والزعفران وزيت زيتونه اسمه مشلط خاطر اسمه على جسمه في سيحضر فيه تخوازي بيس يشلطوه يعني كما نقولوا حاجه يبلحطوها فيس تحضر فهمت عليك اسمه مشلط وشو اللي الكركم والزهر والزعفران العلم تاعنا تقدم في الدار ما نشفيه شيء الفلفل الاحمر نشيحوه ونرحيوه الكركم زادا نرحيوه نشريوه كعب ونرحيوه حتى الفلفل الاحمر ما نشريوه حتى شيء كل شيء نرحيوه هاك هي باش تمتاز ولاية نابل أي شكرا مرحبا بك زليبيا مسمية على نابل وزليبية الأخوة عبد القادر ومحمد النجار كانت زليبيا عندها خصوصية كبيرة ياسر كانوا يزودوا في العائلة الحسينية وكانوا يشاركوا في المعارض العالمية من سنة 1926 سي أنور النجار يحكينا اللي زليبيا تتخدم من عام لعام واللي بركتها مربوطة فقط بشهر رمضان من أول نهار لآخر نهار وما عادش تحكي عليها ومن بعد ما عادش تحكي عليها باش تفسرها لك حتى كيف يخدموها يبيعوها بالقطعة ما عادش يبيعوها بالكيلو بالقطعة يبيع الكعب بالقطعة فهمتي وبعد فهمتي ما عادش أنا باتيسير أي؟ دو مانتيزي بلاس كثير من عشرين سنة أي؟ معنا بديت تموت برشا كثر تريكول اتريال كثر كذا كذا كثر كذا كذا كثر برشا وبرشا منافسة ولد دونك تخسر الحاجة مازالت صالحة الشباب ما يتبعهاش في نفس الوقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل عادة توا أذن عنا
بما أنه نحن نصور الحلقة قبل بنهار، نقولكم شيء طيبة للناس كل وسهرية رايقة للناس اللي بش يتفرجوا علينا في الإعادة. بعد شقان الفطر بش نعملوا قهوة بالكردي أنا ولا دنيا المعموري في دار بلقيد المعموري. مريم بن حسين تبوسكم نسكل ونتلقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله.